أخبار اليوم. منورين لكم زي الأمارات. شكرا جدا للقائمين على المهرجان أستاذ طارق يورسيلف عمال هابي تو. بتمنى إن احنا كلنا نركز جدا على الطاقة الإيجابية اللي ممكن نديها لنفسنا وللي حوالينا، لأن هي دي الحل الوحيد اللي هيساعدنا نتقدم لقدام على قد ما نقدر. البلد محتاجة طاقة إيجابية وكلنا محتاجين نحضن بعض بكل الإيجابية اللي موجودة. بحبكم قوي، ثانك يو.